اهلا بحضراتكم من جديد. مواجهتنا دي عن صعود اليمين المتطرف في اوروبا وفي الدول الغربيه، ايه اهم الاسباب اللي بتؤدي لده؟ ايه المخاطر اللي بتنتج عنه؟ والى اي مدى من الممكن ان يتكرر المشهد الارهابي الكارثي اللي حصل في نيوزيلندا يوم الجمعه الماضي وقت صلاه الجمعه؟ ازاي نواجه هذا الفكر المتطرف؟ لانه الحقيقه لا يقل خطرا عن غيره من التطرف زي تطرف داعش مثلا. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي الاستاذ الدكتور سعيد اللوندي، خبير العلاقات السياسية والدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ورئيس الجالية المصرية السابق في فرنسا. دكتور سعيد، دايما بنكون سعداء بوجود حضرتك معنا. أهلا بيك. أهلا بيك وبتنورنا حقيقي. أكيد تابعت طبعا الحادث اللي حصل، الحادث الإرهابي في نيوزيلندا يوم الجمعة اللي فاتت. قولي الحادث ده استقبلته إزاي؟ وطبعا كلنا تابعنا الحقيقة، وللأسف كان بيصور على الهواء مباشرة. هو حادث غريب سيما انه جاء في اعقاب حادث نيوزيلندا اعتقد بشكل او باخر، لكن دهشتي لم تكن كبيره لانه اليمين المتطرف الكاره للوجود العربي في فرنسا في اوروبا كلها موجود منذ فتره، وهولندا تحديدا بها نسبه كبيره جدا من يعني الكارهين للعرب، وظاهرة الإسلاموفوبيا منتشرة هنا في هولندا في ألمانيا في فرنسا. يعني أذكر جيدا جان ماري لوبين عندما كان زعيم اليمين المتطرف كان يقول في عام 2020 إذا التقينا بأي إنسان اسم محمد مثلا وعبد الرحمن أو الأسماء ذات الاشتقاقات الإسلامية علينا أن نعطيه تعظيم سلام لأنه سيكون هو رئيس فرنسا القادم. يعني دائما كان ينظرون العرب والمسلمين أنهم يأخذون منهم أشياء، يعني فقط الفرنسيين والأوروبيين بشكل عام. إن هم جايين يحتلوهم، يعني هم غزاة، هم جايين يقولوا أسلمة أوروبا. أسلمت أوروبا تعبير انتشر عندهم عند اليمين المتطرف تحديدا، إنه المسلمين مش جم عشان يساعدوا في بناء الدولة ويدفعوا ضرائب ويلتزموا بكل الأشياء اللي تلتزمها المواطن الأوروبي العادي، ولكن جاءوا لي يعني نشر الدين الإسلامي في فرنسا، وهذا غير صحيح على الإطلاق. مثلا هولندا، هولندا قبل سنوات كانت لو أسرة واحد مثلا عربي مسلم اتجوز واحد عربي مسلم وخلفه ولد، ما كانش من حقه يسمي ابنه بأي شكل، لازم يسموا اسمه طبقا لقائمة معينة ادوها له يقول له وفقا لهذه القائمة عليك أن تسمي ابنك. يعني ممنوع عبد الرحمن أو عبد الحميد الأسماء اللي تعبد، وإيه كلمة محمد طبعا وأحمد إلى آخره ممنوعة منعا باتا. لكن أهلا ومرحبا لو أنت هتسميه دانيال لسميه فرانسوا، كل هذه الأشياء أعتقد أن هولندا بنت فيها شوطا كبيرا جدا، ولذلك كراهية الأجانب منتشرة. خطاب الكراهية لا ننكره إطلاقا، وكان الأزهر الشريف والدكتور أحمد الطيب تحديدا تحدث عن هذا، وطلب حتى الإعلام بألا يستخدم كلمة الإرهاب الإسلامي الذي يستخدمونه بين وقت وآخر، لأن ما حدث مؤخرا في نيوزيلندا يعني استرالي الذي قام به هذه الكارثة، يعني لكنهم دائما يتصدقون بواحد من المغرب العربي واحد من أوروبا وواحد من أصول عربية يسموه والله محمد أحمد محمود هو المسؤول عن حادث الإرهاب، لأن هناك إرهاب إسلامي بشكل أو بآخر، ونحن يجب ألا نستخدم هذا اللفظ بمطلقاته كما يقول شيخ الأزهر. أعتقد بشكل أو بآخر كراهية العرب والمسلمين منتشرة انتشار النار في الهشيم وتزداد يوما بعد يوم. يعني دولة مثل ألمانيا مثلا كراهية الخطاب الكراهية كراهية العرب والمسلمين زادت من 2016 حتى 2019 زادت بنسبة كبيرة للغاية، وهذا خطر كبير يهدد يعني أكثر من 40 مليون عربي ومسلم يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي مغتربين. تمام. طيب أنا هرجع لك يا دكتور، بس الحقيقة أنه النهاردة كمان سفير مصر في نيوزيلندا سفير طارق الوسامي يعني قدم العزاء لأسر الشهداء المصريين في هذا الحادث الإرهابي، وأيضا يعني
زار ايضا المصابين وقدم طبعا دعمه الكامل ومساندتهم لهذه الاسر. يعني طيب احنا شايفين طبعا المشاهد دلوقتي على الشاشه، ويعني هو بالتاكيد كان حادث سيء سيء وصعب للغايه يا دكتور سعيد، احنا شايفينه على الشاشه. طبعا ده تقديم العزاء لبعض من اسر الشهداء. شايف هذا الموقف ازاي؟ يعني الى اي مدى لازم نساند الاسر دي يا دكتور سعيد؟ طبعا هذه كارثه حقيقيه، هذه كارثه حقيقيه، لان اوروبا لم تعد اوروبا الامنه المستقره، يعني هناك استقلال غير صحيح. اوروبا للاسف انا مضطر استخدم التعبير اللي استخدمه رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي السابق في زمن جورج دبليو بوش عندما استخدم كلمه اوروبا القديمه. اعتقد ان اوروبا القديمه اصبحت كارهه للعرب المسلمين ولا تريد منهم اي شيء اطلاقا سوى ان يخرجوا من بلادهم. يعني واليمين المتطرف في كل دول اوروبا ازداد بشكل او باخر كراهيه العرب المسلمين، وبالعكس يضعه كبند من البنود الاساسيه على دستوره بشكل او باخر، باعتبار ان العرب والمسلمين كما قلنا جاؤوا من وجهه نظري لاسلامه اوروبا ولخطفها بشكل او باخر. هل الحادث ده يا دكتور سعيد يعني هو جرس انذار لاوروبا، ولا كان في من قبل كده يعني انذارات اخرى ولكن لم تلتفت اليها يعني الدول الاوروبيه؟ يعني بالعكس العرب والمسلمين. بالعكس اكاد اقول العكس تماما، ان العرب لم يفهموا مثل هذه الرسائل، رسائلها بين سطور الصحف الاوروبيه كان هناك حديث بشكل او باخر خفي ومعلن في نفس الوقت عن الاسلاموفوبيا، ونحن هنا لم نهتم بهذا الامر لا من قريب ولا من بعيد، حتى ان بعضهم كان لينشر كتابا عن الاسلاموفوبيا قيل له في دار نشر اولى وثانيه وثالثه يعني ايه اسلاموفوبيا؟ اذا الغرب كان يعيش هذا الموقف ونحن في الدول العربيه الاسلاميه لم نشعر به اطلاقا، مع ان الاسلاموفوبيا اصبحت كالنار في الهشيم منتشره في كل مكان. اعتقد ان يعني اوروبا القديمه كما كان يقول رامسفيلد لا تريد لا العرب ولا المسلمين. وهناك يعني اذا نظرنا الى فرنسا مثلا نجد ان هناك حالات دهس حدثت في نيس وفي فرنسا باريس نفسها، وهناك حوادث قتل كثيره، وكذلك المانيا وايطاليا، يعني الدول اوروبا القديمه التي اعتدنا عليها أصبحت طاردة للعرب المسلمين، رغم أن فيها ما يقرب من 40 مليون عرب ومسلم، يعني دولة داخل دول. البعض انتقد يا دكتور سعيد جزئية مهمة، يعني أثناء ارتكاب هذا الإرهابي للحادث وللجريمة، البعض انتقد إدارة الفيسبوك أنهم ما قطعوش البث عنه وهو يصور عملية القتل، وأنه على الرغم من أنه كان من الممكن تقنيا أنه يتم قطع البث بعد دقيقة أو دقيقتين يعني من تصويره له. هل ده له أي يعني هل ده ممكن يكون مؤشر حياتك تتوقف أمامه؟ أنه هو مؤشر أتوقف مثلا من مؤشر أتوقف أمامه، لأن الذي خلق الفيسبوك هو الغرب نفسه والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، وهي من مصلحتها إبراز أن العرب والمسلمين مضطهدين في دول الغرب بشكل عام ويستحقون هذا، لأنهم أناس يعني ليسوا أسوياء من وجهة نظرهم، وناس يعملون تحت الأرض ولكن لا يعملون فوق الأرض. بمعنى أي إنسان يقول لك مستشار مثلا بنك أو حزب إلى آخره، هذه مسألة غريبة ومنتقدة، لكن عندما يعمل يعني في الحفر ويعمل في أشياء غير التي عافاه المواطن الأوروبي يعمل فيها، أعتقد هذا أمر طبيعي. يعني طبعا إدارة الفيسبوك كان لابد أن تقطع هذا احتراما وإجلالا للإنسانية بشكل عام، وليس لأن هذا الإنسان مسلم أو أنه في ديانة أخرى. أعتقد أنها أخطأت خطأ كبيرا في حق الإنسانية كما قلت، وكان لابد أن يتم تطبيع المسألة، ويعني بمعنى أنه إعطاء كل ذي حق حقه، وأن المجرم لابد أن بغض النظر عن ديانته إطلاقا لابد أن يعاقب على جريمته،
الغرب الحقيقة متواطئ تماما ضد العرب والمسلمين، والمشكلة الأكبر أننا لا ندرك هذا في بلادنا ونظل نتعامل معهم وكأنهم هم الذين يعني بعيدين تماما عن الكذب، وأنهم يعني يتحدثون بحيادية موضوعية تامة ونزاهة، وهذا غير صحيح. هل هناك فرق؟ يعني نقدر أن احنا نقول أنه في خط فارق ما بين الجماعات المتطرفة اللي بتدعي الإسلام يعني أو بتدعي كذبا يعني الإسلام، اللي هم الدواعش بمسمياتهم المختلفة، في فرق ما بينهم ما بين اليمين المتطرف في الغرب ولا لا؟ ولا دول إرهابيين؟ يعني هناك فرق كبير طبعا، لكن هذه أدوات الجماعات الإسلامية تعتبر أدوات في يد اليمين المتطرف هنا وهناك، وللأسف شديد يقومون بعمليات قتل وذبح وتخريب لبلادنا لصالح اليمين المتطرف بشكل أو بآخر، ويعملون ضد الجاليات العربية والإسلامية التي يبلغ عددها كما قلت 40 مليون في الدول الاتحاد الأوروبي فقط. أعتقد ليست هناك علاقة تنظيمية إن صح التعبير، لكن هناك علاقة باعتبار أنهم يستخدمونها كأدوات ضد العرب والمسلمين في الداخل وفي الخارج. هل احتضان أوروبا للجماعات الإرهابية دكتور سعيد يعني بيعطي فرصة أو يعني بيكون بقصد إعطاء فرصة فعلا كمان لليمين المتطرف بأنه ينمو أكثر وأكثر ويصبح زي كرة الثلج؟ لا بالعكس، أوروبا لديها مشاكل كبيرة، وأعتقد أن هناك يعني مظاهرات الستار الصفراء في فرنسا تؤكد هذا، انخفاض القوة الشرائية إلى آخره، شبح الفقر في بعض المناطق يخيم عليهم. أعتقد أن هناك مشاكل خاصة، لكنهم يستخدمون الجماعات الإسلامية بشكل أو بآخر. لكن إذا قلنا أن الجماعات الإسلامية يتم إفساح لها لكي يعني تتواطأ بشكل أو بآخر مع اليمين المتطرف، هذا غير صحيح. اليمين المتطرف كاره تماما، يعني مثلا في فرنسا قبل ربما 10 سنوات كان هناك جان ماري لوبين، كان زعيم اليمين المتطرف وزاد عدده من 20% أصبح 30%، انتفرت أوروبا كلها. وكان هناك يمين المتطرف ظهر في النمسا أيضا، انتفرت أوروبا كلها لا تريد أن يحكم بشكل أو بآخر، لأنه كاره لأشياء كثيرة جدا من بينها العرب والمسلمين، وهو يعني إفساد العلاقة بين أوروبا بين العرب أو بين الغرب والشرق، وهذه مسألة مرفوضة تماما لعدد كبير جدا من رجال السياسة هنا وهناك. السبب في هذا يعود إلى أن اليمين المتطرف ابن هذه القارة، وهناك أشياء لم تنفذها النخب الحاكمة عبر سنوات، ومن ثم يزايد هذا الأمر في الذي يسمى باليمين المتطرف هنا وهناك. دكتور سعيد، عايزة حضرتك تكلمني أكتر عن الخطوة اللي اتخذها يعني أو اتخذتها بعض أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا بإنشاء منظمة لمكافحة ما أسموه بالأسلمة، يعني الخطوة دي شايفها إزاي؟ أنا أعتقد أن هذه الخطوة متولدة تماما من ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تتضخم يوما بعد يوم، وهناك إحصاءات تؤكد بشكل أو بآخر. مثلا في ألمانيا زاد عدد الكارهين للمسلمين وظاهرة الإسلاموفوبيا من 2016 أصبحت ضخمة جدا في 2019. معنى آخر أعتقد أن يعني الخطر داهم علينا ما لم نتعاون مع الأصوات العاقلة في أوروبا لكبح جماح اليمين المتطرف الذي يريد لا يريد إلا هلاك للجاليات العربية والإسلامية وترتهم من أوروبا، ويعني أن يكون هناك مركز لمقاومة الإسلامة. يعني يفترضون أشياء غير صحيحة، عندما يكون مسلم موجود في أوروبا لا يعني ذلك أنه يقوم بدعوة الأوروبيين للإسلام، ولا هناك يعني ما يسمى بأسلمة أوروبا، لكن هم يتوهمون ذلك ويعني ينشؤون المراكز لمكافحة العرب والمسلمين ووجودهم بدعوة مكافحة الأسلمة. دكتور سعيد، عايز اعرف كمان خطابات زي خطابات اردوغان مثلا، وهي خطابات عنصريه للغايه، هل النوع ده من الخطاب يعني بيساعد في او بيحفز اكثر اليمين المتطرف على النمو؟
يعني أردوغان نفسه كظاهرة تغيرت تماما ظروفها في المرحلة المقبلة. لا تنسي يا أستاذ ريهام أنه بعد نجاح القمة العربية الأوروبية وثقة الناس الاتحاد الأوروبي كله في الرئيس السيسي ومجيئهم إلى شرم الشيخ ونجاح هذا المؤتمر الطبر الأول، أعتقد أنها حجمت كثيرا يعني تطلعات أردوغان الذي كان يبتزل الغرب بالوصول باعتباره المتحدث الرسمي، هكذا كان يقول، باسم العرب والمسلمين. أعتقد بشكل بآخر يعني ربما يتعاون مع جماعات الإرهاب باعتبار أنه زعيم الإرهابيين الدوليين بشكل عام، وهؤلاء لهم صلة بشكل أو بآخر بيهم متطرف، لكن ليس لديه صلة بشكل مباشر باليمين المتطرف بقدر ما له صلة بالجماعات المتطرفة باسم الإسلام التي يدعمها ويقف معها ويضربها. شايف ازاي دكتور سعيد بقى أوضاع المهاجرين العرب والمسلمين يعني بعد صعود اليمين المتطرف؟ يعني في حال صعود اليمين المتطرف في أحد الدول مثلا ممكن يصلوا للحكم فعلا؟ يعني اعتقد ان هناك يعني جبهات في الغرب نفسه وفي اوروبا مناوئه لصعود اليمين المتطرف، لانه عندما صعدت جان ماري لوبين في فتره من فترات اليمين المتطرف في فرنسا كان هناك ارتجاج حدث في المجتمع الفرنسي وكانوا يقفون ضده ولا يريدون هذا، واعتقد ان هذا يمكن ان تتكرر في دول كثيره في اوروبا. لكن بشكل عام اعتقد ان هناك صله وطيده بين بعض القاده وبعض رجال السياسه بهذا اليمين المتطرف هنا وهناك، ولهم شبكات وتواصل عندما يكون هناك يمين متطرف وحركات مثل مثلا السترات الصفراء. نجد ان المانيا ان ايطاليا تبعث نائب رئيس الحكومه للاقعين في فرنسا، يعني هناك شبكات معينه تدعم بعضها البعض لكنها لن تصل في يوم من الايام الى الحكم في اوروبا. لن تصل الحكم، ولكن دورها الحقيقه بيتصاعد، يعني حتى ولو لم تصل الدور يتصاعد طبعا الدور طبعاً يتصاعد لان اوروبا عندها مشكله خاصه عندما تكون هناك حركات وزارات السترات الصفراء في فرنسا، ليس معنى ذلك انها ترفض المجتمع الفرنسي، لكن في هناك انخفاض قوه شرائيه وهناك فقر شبه الفقر يهدد فرنسا. لم تعد الدول الاوروبيه يعني ارض سكينه وهدوء واستقرار وامن وامان كما كانت قبلا، يعني حاله الانبهار التي كان يعيشها طه حسين مثلا عميد الاذى العربي تجاه فرنسا ليست هي حاله الانبهار التي نعيشها الان، باكد اقول انه لا يوجد انبهار اطلاقا بالغرب كما كان طه حسين واعوانه يعني منبهرين بالغرب بشكل اخر. اذا هناك فرق سن 50 سنة تغيرت أشياء كثيرة، وأوروبا تعاني ما أكثر من غيرها من هذه الدول التي تعاني الأمور الكثيرة تغيرت. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ الدكتور سعيد اللوندي خبير العلاقات السياسية والدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ورئيس الجالية المصرية السابق في فرنسا، دايما بنكون سعداء بتحليل حضرتك. شكرا يا أستاذ ريهام. شكرا لك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. بشكر حضراتكم وأشوفكم في مواجهة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء.